قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان حلقة جديدة ومميزة بعنوان الرسوم والنفقات في المحاكم الكنسية. وقد أغنى الحلقة المحامي لؤي حداد المستشار القانوني لمطرانية الروم الأرثوذكس فيما أجرى البرنامج اتصالا هاتفيا مع المحامي خلدون صلايطة الذي بيّن أن المحاكم في المملكة ثلاث: نظامية ودينية وخاصة. أما بالنسبة للمحاكم الدينية فهي تنقسم إلى قسمين: شرعية وكنسية. وكل محكمة كنسية مشكلة من هيئة تضم ثلاثة قضاة، وهذه الهيئة مهمتها السعي لحل أي خلاف بين رعاي الكنائس. فإلى هناك. أستاذ لؤي، تعطيني نبذة عن المحاكم الكنسية، هيكليتها، كيف الهيكل الإداري للمحكمة الكنسية، وما هي ومن هي سلطتها؟ مثلا إحنا عم نحكي هلا عن الروم الأرثوذكس. ستي، أول شيء صباح الخير إلي كل المشاهدين جميعا. هلا إحنا كمحاكم كنسية، نعم، إحنا مشكلين بموجب الدستور الأردني. هلا نعم. الدستور الأردني قسم المحاكم إلى ثلاث أقسام، نعم، اللي هي المحاكم النظامية، المحاكم الدينية، المحاكم الخاصة. المحاكم الدينية قسمها لقسمين، اللي هي المحاكم الشرعية لأخواننا المسلمين، ومجالس الطوائف المسيحية اللي هي المحاكم الكنسية لإلنا. نعم. هلا إحنا بالنسبة، أنا بحكي كطائفة الروم الأرثوذكس، إحنا في عنا محكمة بداية، نعم، ومحكمة استئناف، وفي عنا المجمع المقدس بصفته محكمة نقض تمييز. نعم. محكمة البداية تشكل من ثلاث قضاة لكل هيئة، نعم، بموجب قانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2014. نعم. طبعا لكل المحاكم المسيحية مش بس إحنا، نعم، يعني مش بس الروم الأرثوذكس. نعم، هذا القانون اللي صدر مؤخرا وصارت عليه كمان بال 2014. نعم. صدر هو. فالهيكلية المحكمة بتكون رئيس المحكمة يشكل، أو رئيس الأعلى للطائفة عفوا، يشكل الهيئات بثلاث أعضاء على الأقل. بعدين في عنا مثلا الموظفين الأقلام، قلم المحكمة، الكاتب بالمحكمة، قسم المحاسبة. يعني عنا يعني محكمة متكاملة بكامل، يعني بكامل عناصرها وبكامل أقسامها، كأنها يعني شركة محكمة إدارية. بالضبط. عندنا قلم موظفين وديوان وزي أي يعني أي مؤسسة 100%، زي المحكمة العادية بس على مصغر شوي. نعم. وهدول دائما دومين يعني بيكونوا؟ طبعا طبعا، أكيد يعني يوميا من شهريا، من الساعة 8 الصبح للساعة 3 يعني دوام عادي. 100% 100%. نعم. يعني زيها زي أي محكمة، وإلهم رواتب وإلهم كل. طبعا. نعم. طبعا أكيد أكيد. ضمان اجتماعي وطور تأمين صحي كل شيء يعني طبعًا. عادي زي موظفين يعني مؤسسة إدارية. صحيح. نعم. صحيح. نعم. يعني كامل، يعني موظف كامل بيداوم من الساعة 8 للساعة 3 الظهر. هاي المحاكم الكنسية الموجودة. نعم. في نعم. كم من محكمة عندنا نحن؟ لأي كم كنيسة؟ هلأ إحنا عندنا المحاكم، في عندنا الروم الأرثوذكس لللاتين الكاثوليك، الأسقفية العربية، نعم، السريان والأرمن. نعم. نعم. يعني ست محاكم كنسية هدول، وكلها بتتبع نفس الهيكلية. أكيد. نظام طبعًا. الإداري يعني مجبرين لأنه. نعم. لأنه بتعاملوا مع محامين وبتعاملوا مع مواطنين، فلازم. نعم. تكون كل شيء بترتيب بالضبط. نعم. من خلال نظام وأصول معينة لتسجيل القضايا ولا التعامل مع المواطنين يعني. نعم. طب هدول مين بيكون مشرف على مثلا الدعم المالي لهم؟ مين بيدفع لهم الرواتب والهادي؟ هل المحاكم الحكومة لا لا مثلا او لا لا، كل محكمة بتصرف على حالها. من ايراد الكنائس. طبعا من الكنائس، من الكنيسة نفسه. نعم نعم. ما في دعم من خارج؟ لا 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 لا. كون انه هذا الموضوع يعني الدولة حطت يعني محاكم كنسية وكناس، انا بحكي محاكم متأكد شرعية. متأكد يعني من كل الكنائس، بس بحكي عن الروم الأرثوذكس احنا ما بناخذ ولا اي دعم من حكم. اي لا لا نهائيا. والمحاكم الشرعية من وين دعمها؟ المحاكم الشرعية هي تابعة لدائرة قاضي القضاء. نعم. ورواتب القضاء والموظفين من خزينة الدولة. ايوه. نعم. يعني لو نتابعين للدولة يعني الحكومه تابعين. بالضبط. موظفين حكومي، هم يعني موظفين حكوميه بتدفع من ميزانيتها. طبعا طبعا لها ميزانيه خاصه ولها يعني موظفين حكومي، هذول يعتبروا موظفين حكومي. بدايه المحاكم الكنسيه مشكله بموجب قانون مجالس الطوائف المسيحيه. نعم. واحنا هي معروف انه المحاكم بالاردن هي ثلاث انواع: محاكم نظاميه ومحاكم دينيه ومحاكم خاصه. نعم.
أما المحاكم الدينية تنقسم لقسمين اللي هي المحاكم الشرعية ومجالس الطوائف المسيحية اللي هي المحاكم الكنسية. نعم. هلا زي ما تفضلت حضرتك كل محكمة كنسية مشكلة من هيئة. نعم. هاي الهيئة طبعا تشكل بموجب إرادة ملكية، بيكون حاصلين القضاء على إرادة ملكية. هلا إذا عم نتحدث عن محكمة الروم الكاثوليك فهي محكمة تشكل من ثلاث قضاة، وفي هيكل إداري طبعا لهذه المحكمة، في الموظفين القائمين على أعمال هذه المحكمة، بالإضافة إلى طبعا القضاة زي ما حكينا الحاصلين على إرادة ملكية لإصدار هذه القرارات وإنشاء هذه المحكمة. نعم. لكن فيما يخص الرسوم، إحنا يعني اللي يبدو الحديث عن الرسوم، أنا بحب أنوه أنه بداية التقاضي حق للجميع، والمثول أمام القضاء دائما بنحكي أنه هو شرف. نعم. لذلك يعني بخصوص الرسوم، أنا صحيح شخصيا أنا مع تخفيض رسوم التقاضي أمام أي محكمة لأدنى حد، حتى يتمكن الناس من اللجوء للقضاء لحل أي خلاف أو إجراء أي معاملة تقتضي المثول. نعم. أمام المحاكم، كون هذا الشيء رح يوصلنا الصحيح لتحقيق العدالة بطريقة حضارية. يعني شو بدنا أحسن من أنه الناس تحل قضاياها وتحل خلافاتها أمام المحاكم، أمام جهة قضائية؟ هاي قمة الحضارة الصحيح. يعني نحن في البلاد العربية وانعكاساته على الأردن الاقتصادية كانت سيئة جدا، وبالتالي تنعكس على كل بيت أردني سوءا. نعم. مما يعني انه عدم تشجيع البيوت التي بحصل فيها مشاكل، عدم تشجيعها على الاقبال على على المحاكم الكنسية، لان الرسوم غالية جدا نظرا للاوضاع الاقتصادية السيئة. نعم. الان انا بقترح يعني على الاستاذ دؤي وعلى خلدون، قبل شوي نعم خلدون صلايته الاستاذ خلدون، عليهم كلهم يعني المحاكم الكنسية، أن تطلب توحيد من الحكومة، أن يجتمعوا كلهم على هدف واحد هو تخفيض الرسوم كمان مرة لتصبح 300 دينار بدل 450 للسببين. نعم. السبب الأول هو تشجيع للعائلات اللي بحصل عندها مشاكل وما عندها فلوس تتقاضى أمام المحاكم الكنسية، ومن ناحية ثانية كمان انه المحاكم بتعود يعني انه تحل المشاكل، ما يكون قصدها الرسوم، ما يكون قصدها استيفاء الرسوم، يكون قصدها حل المشاكل بعيدا عن الطلاق وبعيدا عن فسخ الزواج وما الى ذلك. نعم. يعني